بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات تعليم عن بعد الانتساب المطور، طلاب المستوى الرابع المقرر مدخل الاقتصاد الإسلامي. أهلا بكم في لقاءاتنا الحية واللقاء السابع من لقاءاتنا الحية لهذا المقرر. يا رب تكونوا جميعا في أحسن الأحوال. زي ما تعودنا إن إحنا بنأكد على إن الصوت واضح يا شباب، الصوت واضح علشان نبدأ. واضح جدا، تمام. نبقى نبدأ على بركة الله اللقاء بتاعنا. واللقاء بتاعنا بنفكركم ان احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن السوق، واتكلمنا عن تعريف السوق وانواع الاسواق اللي هم اربع انواع من الاسواق: سوق المنافسة التامة او الكاملة، سوق المنافسة الاحتكارية، سوق احتكار القلة، سوق الاحتكار التام او الكامل. وعرفنا الفرق ما بين كل نوع والتاني. وبعد كده اتكلمنا على موقف الاقتصاد الاسلامي من هذه الاسواق، وقلنا ان الاقتصاد الاسلامي بيرفض الاحتكار بكل اشكاله، سواء احتكار كله او احتكار تام او كامل، ولكن بيقر فقط المنافسة والمنافسة المشروعة اللي هي المنافسة التامة يعني، والمنافسة الاحتكارية بيقرها الاسلام ولا تخالف الشريعة في شيء. بعد كده توقفنا عند ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي، ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي زي ما خدنا الإنتاج وكان ليه ضوابط، زي ما خدنا الاستهلاك وكان ليه ضوابط، زي ما قلنا إن الاقتصاد الإسلامي فيه خاصية بتقول حرية اقتصادية منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، فأي حاجة بناخدها سواء إنتاج أو استهلاك أو أسواق أو توزيع أو كل ده منضبط بضوابط الشريعة الإسلامية، ولازم يكون فيه ضوابط للسوق. يا ترى هي ايه ضوابط السوق في الاقتصاد الاسلامي؟ ولا نسيب السوق يشتغل كده بشكل عشوائي ويكون في حاجات محرمه وحاجات غير شرعيه، ولا نحط ضوابط للسوق؟ لا، لازم نحط ضوابط للسوق، وتحديدا هنتكلم مع بعض على ست ضوابط للسوق في الاقتصاد الاسلامي. وتحديدا احنا صفحه 36 زي ما الناس بتتابع ومركزه، احنا في صفحه 36 يا شباب. اهم ضوابط السوق في الاقتصاد الاسلامي علشان ندعم التخصيص النافع او التخصيص النافع للموارد النادره والموارد الاقتصاديه في المجتمع، فعندنا ضوابط علشان ننظم السوق والسوق يعمل بكفاءه اقتصاديه عاليه. اول ضابط من ضوابط السوق يا شباب زي ما قلنا تحريم انتاج السلع والخدمات الضاره لما خدنا الانتاج، زي ما قلنا تحريم استهلاك السلع والخدمات الضاره لما خدنا الاستهلاك، اكيد هنا برضه هنقول منع تداول السلع والخدمات الضاره. وبالتالي موضوع السلع والخدمات الضارة ده مش هنتكلم فيه كتير، لان احنا عارفين ايه هي السلع الحرام والسلع المحرمة والسلع والخدمات الضارة بكل اشكالها وكل انواعها. وبناء عليه ده اول ضابط من ضوابط السوق في الاقتصاد الاسلامي. تاني ضابط يا شباب، تاني ضابط هو منع الغش وإخفاء عيوب السلعة. منع الغش وإخفاء عيوب السلعة ده الضابط الثاني للسوق. ليه؟ لأن لو سيبنا الغش موجود هيضر بالفرد وبالمجتمع بالتأكيد، علشان ما يلحقش الضرر بأي متعامل في الأسواق سواء بايع أو مشتري أو غيره، لازم نحرم ونجرم الغش بكافة أنواعه. بالإضافة إلى الضابط الثالث ألا وهو النهي عن بيوع الغرر والجهالة في السوق. طبعا موضوع الغش مشاكله كتيرة جدا، لان لو فرض ان الغش ده موجود في دواء في الادوية اللي بيتناولها المرضى، ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا ويعافي المسلمين جميعا. لو الغش ده في الدواء يا شباب، هل انت او الواحد كمستهلك عادي هل هيقدر يعرف ان الدواء ده مغشوش ولا مش مغشوش؟ نفس العلبة، نفس اللون، نفس الاقراص، ولكن قد تكون المادة الفعالة مغشوش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية يا شباب، البرنامج فصل لوحده، يعني خرج ابزت لوحده كده، ما اعرفش ايه السبب الحقيقة، لكنه ادي احنا عدنا تاني الحمد لله. هل حصل عندكم نفس المشكلة يا شباب؟ هل البرنامج خرج لوحده من عندكم كده ولا اللي كان عندي ما خرجش؟ يعني يمكن عند البعض وعند البعض التاني، لكن خلينا نستكمل، ما فيش مشكلة، احنا موجودين مع بعض اهوت. نعم، وقت ضاع منا لكن هنكمل عادي. الصوت شغال يا شباب؟ الصوت شغال كويس؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح. طيب، على بركة الله، بسم الله. كنا بنتكلم على ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي، وأول حاجة قلنا منع تداول السلع الضارة، ومنها رقم 2 من الضوابط منع الغش وإخفاء عيوب السلع، رقم 3 النهي عن بيوع الغرر والجهالة في السوق. وعرفنا هي بيوع الغرر والجهالة دي، بس لازم نعرف أمثلة على بيوع الغرر والجهالة. يا ترى زي إيه بيوع الغرر والجهالة دي يا شباب؟ أول حاجة من الأمثلة على بيوع الغرر والجهالة هي سوق المنافسة التامة والمنافسة الاحتكارية. يا شباب، المنافسة التامة والمنافسة الاحتكارية بيوافق عليها الإسلام، لأن المنافسة الاحتكارية هي منافسة شريفة برضه. من أمثلة النهي أو أمثلة البيوع الغرر والجهالة يا شباب، أول مثال عندنا النهي عن بيع السلعة قبل اكتمال حيازتها. فالإسلام بيحرم أو بيجرم بيع السلعة قبل اكتمال حيازتها، يبقى إذن لابد أن تكتمل حيازتك أو ملكيتك للسلع علشان تقدر تبيعها. تاني حاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس إيه عندك. تاني حاجة شباب، النهي عن تلقي الوافدين أو اللي هم الإيه الركبان الذين يقدمون على السوق من خارجه من أجل تحقيق العدل بين الطرفين البيع والمشتري، وعدم إلحاق الظلم أو الغبن بإحداهما، إلى جانب الحرص على استقرار السوق ورواجها والتعرف على الأسعار السائدة. يعني ما ينفعش واحد يتلقى الناس اللي رايحة تبيع السلعة بتاعتها في مكان قبل الوصول إلى السوق، لابد أن يلتقوا في السوق، طلب والعرض أو المنتج والمستهلك أو البائع والمشتري يلتقوا في السوق، علشان كل بقى على علم بالأسعار والأنواع اللي موجودة، وما يحصلش ظلم لأي من الطرفين. يبقى بيوع الغرر والرجالة زي يا شباب؟ زي بيع السلعة قبل اكتمال حيزتها، ونهى الإسلام عن بيع السلعة قبل اكتمال حيزتها، وهي من الضوابط. ايضا نهى الاسلام عن تلقي الوافدين او الركبان، ودي ايضا من الامثله على بيوع الغرر والجهاله اللي هي تلقي الوافدين او الركبان، لذلك الاسلام بينهى عن تلقي الوافدين او الركبان. ودي كانت الضابط الثالث من ضوابط السوق في الاقتصاد الاسلامي، وكان تحتها مثالين من بيوع الغرر والجهاله. وقال ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. رقم 4 من الضوابط الشباب، تطبيق معايير الجوده على موضوع الأسواق والكلام ده، من خلال تحريم تطفيف الكيلو والوزن. المراقبة بقى على المكاييل والموازين والمقاسات المختلفة والمعايير والعيارات المختلفة. والحقيقة موضوع التطفيف في سورة في القرآن الكريم كاملة بتحذر المطففين، والويل للمطففين، وهي سورة المطففين. وبناء عليه التطفيف في الكيلو والوزن لابد أن يكون من الضوابط، من الضوابط اللي بتحرم التطفيف والكيلو والوزن، هي من ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي. لكن الموضوع ما بيتوقفش عند موضوع الكيلو والوزن يا شباب، الموضوع أيضا بيدخل فيه إن قد يكون التطفيف في الكيلو والوزن بأشكال أخرى، زي الغش في المادة الأصلية أو المادة الأصلية الأساسية اللي المفروض تصنع منها السلعة، بنغشها بمواد مقلدة أو وضع مواد مقلدة أو رخيصة الثمن بدل من المادة الأصلية أو الأساسية. وطبعا ده شيء محرم بالشريعة الإسلامية، وبالتالي لازم نهتم بمواصفات السلعة وجودتها، والأسواق يتم مراقبتها وعدم تداول سلع مقلدة أو مغشوشة أو إلى آخره. خلينا شباب برضو أقول إن أنتم متواصلين معايا والصوت واضح والمحاضرة أو اللقاء ماشي معانا كويس، بس أنتم بتسكتوا مرة واحدة كده، محدش بيسأل ولا بيتكلم. خلاص تمام. رقم 5 من ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي يا شباب، تحريم التدخلات الغير مشروعة. أي تدخلات غير مشروعة في السوق لابد من تجريمها وتحريمها. يا ترى
هل في امثله للتدخلات الغير مشروعه؟ احنا عايزين السوق يكون بيعمل بحريه بمنافسه شريفه، مفيش اي تدخلات غير مشبوهه او تدخلات محرمه في الاسواق. يا ترى في امثله على التدخلات الغير مشروعه؟ في ثلاث امثله على التدخلات الغير مشروعه لازم تبقى عارفينها كويس جدا. انا بقول لك من امثله التدخلات الغير مشروعه او من ضوابط السوق في الاسلام، السوق الاقتصادي الاسلامي، تحريم التدخلات الغير مشروعه. اذكر امثله على تلك التدخلات الغير مشروعه مثلا، او يجي لك صح وغلط او اختيار متعدد حسب طبيعه الاسئله انت عارفينها. اول نوع من التدخلات الغير مشروعه وهو النجش. والنجش ما هو؟ لازم تعرفه كويس جدا عشان بيجي صح وغلط اختيار متعدد. ايه هو النجش كتعريف؟ هو تعمد الزياده في سعر السلعه ممن لا يريد شراؤها. يبقى ايه هو زياده في سعر السلعه ممن لا يريد شراؤها؟ يعني واحد مش عايز يشتري السلعه بس عمال يرفع في سعر السلعه. طبعا النجش منهي عنه. والنجش ممكن يتم بطريقتين، اما بالتواطؤ ما بين الشخص البائع وشخص اخر تربطه به مصلحه بحيث يغلي السلعة، يغلي السلعة ويرفع سعرها على الشخص اللي هو عايزها فعلا. والحاجة التانية يا شباب انه ممكن يستخدم الايمانات والحلف الكذب في انه يقول والله انا شاري السلعة دي بكذا بس انا متضرر وعايز ابيعها، ويمكن هو مش شاريها ويمكن هو سرقها اصلا، يعني مش بتاعته. فالايمانات والحلف الكذب يمكن استخدامه ايضا في عملية النجش. عملية يا جماعة النجش، والنجش هو رفع سعر السلعة ممن لا يريد شراؤها. موضوع المزادات مش هنتكلم فيه لأن الموضوع كده يدخل في قضايا فقهية. وهل المزادات بيبقى ليها ضوابط معينة؟ لو الضوابط دي اتطبقت يبقى ما فيش مشكلة تبقى مشروعة، أما لو ملهاش ضوابط فأكيد العملية تدخل في قواعد فقهية كتيرة جدا، وأنا لست فقيها أو لست دارسا للشريعة والفقه وأصول الدين يعني. فياريت اللي عايز يتزود من الحاجات دي اكيد هيلاقي الناس المتخصصين يدوا له المعلومه المفيده، او هيدخل على مواقع الشيوخ الثقات، مش اي شيوخ، مواقع الشيوخ الثقات محل الثقه، اكيد هيلاقي فتاوى كتير عن الكلام ده بالبحث على جوجل. ده اول نوع من انواع التدخلات الغير مشروعه ولازم نحرمه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ولا تناجشوا، النجس حرام. تاني حاجه من التدخلات ايضا غير مشروعه صوم الرجل على صوم اخيه او بيع الرجل على بيع اخيه، وبالتالي لازم يكون في عدم جواز صوم الرجل على صوم اخيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع المسلم على بيع اخيه، او لا يصوم المسلم على صوم اخيه، او لا يبيع بعضكم على بيع بعض، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. رقم ثلاثة شباب من التدخلات الغير مشروعه في الاسواق هي الاحتكار. هي ايه الاحتكار؟ يبقى لازم نحرم الاحتكار. وكل دي حاجات بتضر بالفرد وبالمجتمع، سواء نجش او سواء صوم الرجل على صوم اخيه، زي خطبه رجل على خطبه اخيه ممنوعه برضه شرعا. ايضا زي تحريم الاحتكار يا شباب، الاحتكار ايضا من التدخلات الغير مشروعه ولازم نمنعها لانها تضر بالفرد وبالمجتمع ككل. فالاحتكار هو ايه كتعريف؟ سواء كان بقى احتكار قله او احتكار تام، الاثنين ممنوعين شرعا. وهو تدخل بائع او اكثر، بائع واحد يبقى احتكار تام، او اكثر يبقى احتكار كله. فالاثنين ممنوعين ومجرمين شرعا ومحرمين شرعا. يبقى الاحتكار هو ايه عموما؟ سواء كان كله او تام، هو تدخل بائع او اكثر من اجل رفع سعر السلعه في السوق بقصد الاضرار بالمستهلكين عشان يحقق ارباح عاليه. عشان يحقق ارباح عاليه فبيضر بالمستهلكين ويرفع اسعار السلع ويحتكر السلع. ايضا الاحتكار محرم شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو ايه؟ فهو خاطئ. ايضا شباب لو اتكلمنا على الاحتكار اكيد هيبقى ليه اضرار كتيرة جدا. يعني لو فرض ان الاحتكار انتشر في المجتمع في كل السلع والخدمات كده، وبقى في ناس محتكرين للسلع والخدمات دي، هم اللي بيحددوا الكميات، هم اللي بيحددوا اسعار السلع ديت والخدمات ديت، وبالتالي هيلحق الضرر بالفرد والمجتمع، ولكن الاضرار دي ممكن تبقى كتيرة جدا. وبالتالي بنقول ان الاحتكار بيعكس العديد من الاثار الاقتصاديه المباشره والغير مباشره. يا ترى ايجابيه ولا سلبيه الاثار دي؟ كل الاثار اللي ممكن يعملها الاحتكار هي اثار سلبيه. زي ايه يا ترى؟ ممكن نعدد منها. من الاثار السلبيه الاحتكار مفيش اختبار بيخلو منها، ارتفاع مستوى العام للاسعار على المستوى الطبيعي، يعني يحصل تضخم، مش ارتفاع طبيعي في الاسعار، لا ده ارتفاع غير طبيعي يعني تضخم، ارتفاع غير طبيعي يعني تضخم. ايضا بيؤدي الاحتكار الى اختفاء السلع، اختفاء السلع
ونقص المعروض منها، اختفاء السلع ونقص ايه؟ ونقص المعروض منها. بتبتدي تختفي السلع، الناس تدور عليها مش تلاقيها، والمحتكرين طبعا مخزنينها عشان يرفعوا سعرها. انخفاض الدخل الحقيقي للافراد بحسب درجه الاحتكار ونسبته ومدى تعدد الاحتكار للسلع والخدمات في المجتمع. يعني ايه الدخل الحقيقي؟ يعني مرتبك او دخلك الشهري اللي بتجيب بيه سلع وخدمات مش هتقدر تجيب بيه نفس السلع والخدمات اللي كنت بتجيبها قبل كده. يعني لو فرض واحد مرتبه 1000 ريال كان بيشتري مثلا بيه 10 حاجات، جاء بعد كده يشوف السلع اللي بيشتريها ده يشتريها ليها سعرها ارتفع، فمحتاج مش 1000 ريال، محتاج 2000 ريال عشان يشتري نفس السلع اللي كان بيشتريها، وبالتالي بيحصل انخفاض في الدخل الحقيقي للافراد بسبب الاحتكار. ايضا الاحتكار يا شباب بيؤدي الى اهدار موارد المجتمع واستنزافها وعدم استغلالها الاستغلال الامثل، لان المحتكر ما بيهموش، واهم حاجه عنده الربح، فبيبتدي يهدر الموارد ويحتكر السلع ويعطل الموارد، لان لو عنده مصنع مثلا مشغل فيه 1000 عامل يقول لا عايزين 500 عامل بس، مشوا الباقي تحولوا البطاله بقى ولا اي حاجه، وبدل ما كان بيبيع السلع بريال هيبيعها بريالين ويعطل نص المكن والكلام ده. هو مش هيخسر حاجه لكن هيرفع السعر ويعوض الفرق في السعر برفع الاسعار، وبالتالي الاحتكار كل اضرار. ايضا الاحتكار بيؤدي لانخفاض مستوى الجوده والاتقان في السلع المحتكره، لان المحتكر ما بيهموش بقى، لان ما فيش حد بينتج السلعه غيره، فبيقول لك يلا عدي اي حاجه، تعبئ اي شيء، تغليف اي كلام، الجوده والسلعه، وغش في الوزن، وغش في المواد الاصليه في السلعه، لان الناس عارف، وعارف ان الناس مش هتلاقي مكان تشتري منه غير من عنده، لان هو عارف ان هو المحتكر للسلعه، وبالتالي لازم نمنع الاحتكار بكل الاساليب المشروعه. تقليل حوافز المنافسه المتمثل في تحسين الجوده وخفض التكاليف. المنافسه طبعا دايما حلوه يا شباب، المنافسه بتعمل ايه المنافسه؟ هل في صالح المستهلك ولا مش في صالح المستهلك؟ في صالح الفرد والمجتمع. المنافسه بتعمل ايه؟ كله بينافس، وبالتالي بتوفر السلع بجوده عاليه وبايه يا جماعه؟ باسعار مناسبه. ايضا الاحتكار بيؤدي الى العديد من المفاسد الاقتصاديه والاجتماعيه. زي ايه بقى؟ زي المفاسد الاقتصاديه والاجتماعيه؟ زي طبعا انتشار الرشوه والمحاباه والمحسوبيه والوساطه، وقولوا زي ما انتوا عايزين بقى من المفاسد اللي ممكن تحصل بسبب الاحتكار. الضابط الاخير من ضوابط السوق في الاقتصاد الاسلامي يا شباب هو الالتزام بالضوابط الاخلاقيه في السوق. والحقيقه دي مش غريبه علينا، ان احنا خدنا من خصائص الاقتصاد الاسلامي ان هو اقتصاد ايه يا جماعه؟ اقتصاد اخلاقي. اقتصاد ايه يا جماعه؟ اقتصاد اخلاقي. اقتصاد ايه؟ اخلاقي. وبالتالي الاخلاق مرتبطه بالمعاملات التجاريه وبالانشطه الاقتصاديه، ما نقدرش نفصلها عن بعضها، لان من خصائص الاقتصاد الاسلامي اقتصاد اخلاقي. الالتزام بالضوابط الاخلاقيه في السوق، زي ايه بقى الضوابط دي؟ زي امثله على الضوابط دي: الصدق والامانه في التعاملات، السماحه والسهوله في البيع والشراء والوفاء بالعهود والعقود وغيرها، كل دي من الضوابط الاخلاقيه في السوق في الاقتصاد الاسلامي. لان الضوابط دي كلها بقى بتؤدي الى الضوابط السته اللي اتكلمنا عليهم في السوق في الاقتصاد الاسلامي، احنا في صفحه 37 يا شباب. كل الضوابط دي هتعمل ايه بقى في السوق؟ هتخلي السوق كويس ولا سوق مش كويس؟ هتخلي السوق، هذه الضوابط بتؤدي الى زياده كفاءه السوق وتنميه الموارد وزياده الارباح واستفاده المنتج والمستهلك الاستفاده الكامله من الموارد المتاحه، من الموارد يا شباب، من الموارد المتاحة. الأمور ماشية كويس والصوت واضح يا شباب؟ الأمور ماشية كويس والصوت واضح؟ تمام. طيب نيجي نتكلم بقى يا شباب كيف كان من البداية يتم تسعير السلع والخدمات. موضوع التسعير، إزاي نقول السلعة دي بريال أو بريالين أو بدولار أو بدولارين أو إلى آخره. إزاي نقول بقى كيف كان يتم تسعير السلع والخدمات؟ عشان نقول تسعير السلع والخدمات نقول ده في نظريات كانت كل نظريه بتنتشر في وقتها، تيجي نظريه افضل منها تتلغي القديمه والناس ما خلاص ما تعملش بيها ويعملوا بالنظريه الجديده. لان كل ما اقتربنا من النظريات اللي بتدينا حقائق اكتر او بتعبر عن الواقع اكتر، هي دي النظريه المقنعه والمنطقيه للناس، وبالتالي الناس تاخد بيها وتنسى النظريه القديمه او تقول النظريه القديمه غلط. على اي حال لما نتكلم على نظريات القيمه او النظريات اللي كانت بتستخدم على مر العصور في تحديد اسعار السلع والخدمات، هنتكلم على خمس نظريات. بس قبل ما نتكلم على النظريات دي يا شباب، هنقول
ان السلعه ليها قيمتين، للسلعه قيمتان، للسلعه يا شباب قيمتان، قيمه استعمال وقيمه استبدال. يا ترى في فرق بين قيمه الاستعمال وقيمه الاستبدال للسلعه؟ ايوه، هي ايه قيمه الاستعمال؟ هي قيمه ومنفعه السلعه بالنسبه لصاحبها، وتعكس مستوى المنفعه المتحققه من السلعه لاشباع الحاجات الانسانيه. وايه كمان عن قيمه الاستعمال؟ وتزيد قيمه الاستعمال كلما كانت السلعه ضروريه للمستهلك. اجي اقول لك صح ام خطا؟ تزيد قيمه الاستعمال كلما كانت السلعه كماليه للمستهلك، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ خطا طبعا. كلما كانت السلعه ضروريه، زي ما تقول الاكل والشرب، الحاجات اللي الانسان ما يقدرش يعيش من غيرها، لو الحاجات دي ما اتوجدتش يموت الانسان. حاجات ضروريه زي المأكل والمشرب والملبس والمسكن، الحاجات الضروريه للانسان، وبالتالي دي القيمه الاولانيه للسلعه، قيمه الاستعمال. القيمه الثانيه اسمها قيمه ايه يا شباب؟ قيمه الاستبدال. قيمه ايه؟ قيمه الاستبدال. كلامكم مظبوط، الناس اللي بتقوله بتوضح كلامكم مظبوط. القيمه الثانيه قيمه الايه يا شباب؟ قيمه الاستبدال. يعني ايه قيمه الاستبدال؟ هي قيمه السلعه مقابل السلع الاخرى في السوق، وعاده ما تستخدم النقود كوسيله لتقدير قيمه الاستبدال. لو قلم السبوره ده بريال والممسحه دي بريالين، ها اقدر ابدل اقلام مع ممسحات ولا لا؟ اولى القلمين يساوي ممسحه، او قلم ونضيف عليه ريال يساوي ممسحه، صح ولا يا شباب؟ وبالتالي موضوع الاستبدال ده بيكون سهل جدا بالنقود، اما لو النقود مش موجوده ده بيبقى فيه صعوبه جدا في التعامل وتبديل السلع ببعضها البعض. ايوه، هي ايه بقى النظريات اللي كنا بنقيم بيها السلع والخدمات او بنسعر بيها السلع والخدمات؟ عندنا خمس نظريات يا شباب. خمس ايه؟ خمس نظريات. هنتدرج منهم من الاقدم الى الاحدث، من الاقدم الى الاحدث. يا ترى اول نظريه هنتناولها اللي حاولت تفسير القيمه التبادليه للسلعه هي نظريه ايه؟ نظريه العمل. ودي مش جديده علينا، لما اتكلمنا على نظام راس المال والاشتراكي وقلنا ان هم في النظام الاشتراكي بيعتمد على نظريه العمل او اساسيات العمل او نظريه العمل في تقدير السلع والخدمات والاجور والرواتب. بيرى القائلون بتلك النظريه ان المقياس الرئيسي لتقدير اثمان السلع هو العمل المبذول في انتاجها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان القيمه التبادليه للسلعه تتوقف على عنصرين. عشان اسعر اي سلعه لازم اعرف حاجتين: كميه العمل المبذول في انتاج السلعه، خدت كم ساعه عمل لانتاج السلعه دي، خدت كم ساعه. نفترض ان القلم خد 3 ساعات لعمليه انتاجه. وايه كمان العنصر الثاني عشان احدد سعر القلم؟ اقول الوقت اللازم لاعداد السلعه وعرضها في السوق، تعبئتها وتغليفها ونقلها للسوق عشان تكون جاهزه للمستهلك. نفترض ان القلم خد ساعتين، خد 3 ساعات في الانتاج وساعتين في التعبئه والتغليف والتفنيش للسلعه عشان توصل للسوق، يبقى خد كام ساعه اجمالي يا شباب؟ خد كام ساعه؟ ما تردوا عليا، وفي ايه؟ 5 ساعات، 3 ساعات في الانتاج وساعتين في التعبئه والتغليف، يبقى كام؟ 5 ساعات. ما شاء الله، لا انتوا مركزين قوي. 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات. خد 5 ساعات، 3 ساعات في الانتاج واثنين في التعبئه والتغليف، يبقى اجمالي كام ساعه؟ 5 ساعات. ونفترض ان الممسحه خدت 7 ساعات في عمليه الانتاج و3 ساعات في عمليه التعبئه والتغليف، الممسحه بتاع السبوره، الممحاه، المساحه يعني، يبقى خدت كام ساعه؟ 10 ساعات. خلاص، يبقى نقول ان القلم بريال والممسحه بريالين، او القلم بدولار والممسحه بدولارين، وهكذا نقدر نسعر كل السلع والخدمات. واضح يا شباب؟ نقدر نسعر كل ليه؟ السلع والخدمات، وبناء عليه تتحدد القيم التبادليه للسلع مع بعضها بناء على نظريه العمل. لكن الحقيقه النظريه دي برضو لاقت انتقاد، وقالوا لهم السلع النظريه دي مش نظريه كويسه، وفي انتقادات بتتوجه ليها لانها مش بتعبر عن الواقع قوي، لان احنا مش بنتكلم على عنصر واحد للانتاج، ده فيها اربع عناصر الانتاج. ليه بنركز على العمل وهو اللي مدخله في تحديد قيمه السلعه؟ ده احنا عندنا العمل والارض وراس المال والتنظيم والاداره، اربع عناصر. ليه بنركز على عنصر العمل؟ لا، نظريتكم غلط. قالوا كمان الانتقاد اللي بتوجه ليها، قالوا النظريه دي بتركز على جانب العرض اللي هو الجانب اللي بيهم المنتج، اللي هي تكاليف الانتاج، العمل، تكاليف الانتاج. تكاليف الانتاج بتهم مين؟ بتهم المنتج، هم جانب العرض، المنتج بيمثل جانب العرض. قالوا طب المستهلك والمنفعه، دي النظريه ما ذكرتش جانب عن المستهلك والمنفعه اللي بتحققها والكلام ده. لا، ده النظريه دي ركزت على العرض واغفلت او اهملت الطلب. اهملت ايه يا جماعه؟
الطلب وركزت على العمل وهو عنصر من احد العناصر اللي بتستخدم في العمليه الانتاجيه وثبت الثلاث عناصر الباقيين. لا النظريه دي مش كويسه. طبعا كل نظريه كان بيسود العمل بيها فتره وبعد كده تنتهي وتظهر نظريه جديده بناء على العلماء والمفكرين. النظريه اللي بعديها يا شباب اسمها نظريه المنفعه الكليه. رقم 2 في النظريات اللي بتفسر القيمه التبادليه للسلع هي نظريه المنفعه الكليه. قالوا هذه النظريه بتوضح لنا القيمه التبادليه للسلع على اساس منفعتها الكليه التي تتحقق للفرد من خلال تلك السلع لاشباع حاجاته الانسانيه. طبعا تخطي المنفعه الكليه والمنفعه الحديه في مبادئ الاقتصاد الجزئي، واكيد انتوا عارفين اكتر مني في الكلام ده. مبادئ الاقتصاد الجزئي نظريه المنفعه الكليه والمنفعه الحديه. المنفعه الكليه بتعبر عن اجمالي المنفعه اللي بيحققها الفرد من استهلاكه للوحدات المتتاليه من سلع معينه او خدمه معينه. لما نجمع التوتال بتاعها السمشن بتاعها الاجمالي بتاعها بنسميه المنفعه الكليه. المنفعه الكليه دي بتديني رقم، كل سلعه بتدي رقم، وبناء عليه كل ما كانت السلعه بتدي منفعه رقمها كبير اكيد سعرها هيبقى اغلى من السلعه اللي منفعتها الكليه اقل، وبناء عليه نقدر نسعر السلعه. السلعه اللي بتدي منفعه كبيره رقم كبير يبقى سعرها اكبر من السلعه اللي بتدي منفعه اقل وهكذا. ظهرت نظريه ثانيه الحقيقه مش بعيدة قوي عن النظرية دي، بس الناس قالوا لك لا نظرية المنفعة الحدية أفضل من المنفعة الكلية. ليه بقى؟ قال لك لأن المنفعة الحدية بتعبر عن منفعة الوحدة الأخيرة المستهلكة من السلعة، آخر وحدة بستهلكها بتديني كام منفعة؟ قال لك دي أدق في التعبير عن درجة الإشباع للفرد و في استهلاكه للسلع والخدمات، وبالتالي قال لك نظريه المنفعه الحديه هي الافضل. طب المنفعه الحديه كتعريف يا شباب مش اجمالي هنا، ده هي منفعه الوحده الاخيره المستهلكه من وحدات السلع، او الوحده الاخيره من وحدات السلع الايه؟ المستهلكه. ايضا نظريه المنفعه الكليه ونظريه المنفعه الحديه كونها نظريات تحديد قيم السلع واسعار السلع، تم انتقاد النظريتين دول وقالوا لهم انتوا ركزتوا على جانب الطلب اللي هو المنفعه اللي بيهم المستهلك وما ركزتوش على جانب العرض، اهملتوا جانب العرض اللي هو المنتج وتكاليف الانتاج وعناصر الانتاج، ما ركزتوش على العرض، ركزتوا على الطلب واهملتوا الايه؟ يعني عكس النظريه اللي قبليها. اللي قبليها ركزت على العرض وثبت الطلب، دي ركزت على الطلب اللي هي المنفعه اللي بتهم المستهلك يعني كليه وحديه، واهملت جانب العرض اللي هو تكاليف الانتاج وعناصر الانتاج اللي بتهم المنتج او بتمثل جانب العرض. وبالتالي ايضا تم انتقاد هذه النظريه. رقم 4 في نظريات الشباب هي نظريه تكلفه الانتاج. نظريه ايه؟ تكلفه الانتاج. ونظريه تكلفه الانتاج دي هي امتداد لنظريه العمل. اجي اقول لك نظريه تعد امتداد لنظريه العمل، هي نظريه الف المنفعه الحديه، ب المنفعه الكليه، ج الطلب والعرض، دال نظرية تكلفة الإنتاج. هي إيه بقى؟ مين الامتداد لنظرية العمل؟ هي نظرية تكلفة الإنتاج. الإنتاج هي امتداد لنظرية العمل النظرية الأولانية. توسيع نظرية الإيه؟ العمل الاولاني. ايوه يعني ايه نظريه تكلفه الانتاج دي يا شباب؟ بنقول تعد هذه النظريه امتدادا لنظريه العمل، حيث ادت الانتقادات التي وجهت في نظريه العمل باعتباره العنصر الاساسي لتحديد قيمه السلعه
الى ادخال عناصر الانتاج الاخرى اللي هي الثلاث عناصر التأمين بتاع الانتاج، ومن ثم فان قيمه السلعه في حاله المنافسه الكامله تعتمد على تكاليف عناصر الانتاج المستخدمه في انتاج السلع وليس عنصر العمل فقط. يعني نعتمد على عناصر الانتاج اللي هي كام؟ اربعه، العمل والارض اللي هي الموارد الطبيعيه يعني، وراس المال، والتنظيم والاداره. لازم ندخل الاربع عناصر دول في تحديد قيمه السلع والخدمات، قيمه السلع والخدمات. لكن النظريه دي برضه تم استحسانها وقبولها لفتره معينه او لسنوات، ثم ظهرت نظريه احدث وتم انتقاد النظريه دي برضه. قالوا لهم برضه انتوا نفس الكلام، ركزتوا على تكاليف الانتاج اللي هي بتهم جانب المنتج وبتهم جانب العرض، وما ذكرتوش حاجه عن جانب المنفعه اللي هي بتهم المستهلك، فانتوا ركزتوا على العرض واهملتوا الطلب. فين الطلب من الموضوع ده؟ فين المستهلك؟ فين المنفعه؟ ما ذكرتوهاش. يبقى انتوا برضه ركزتوا على العرض واهملتوا جانب الطلب. اخر نظريه واحدث نظريه وهي المنطقيه اكثر، وهي اللي بتحقق نوع من العداله اكثر في تحديد اسعار السلع والخدمات، وهي المنطقيه وهي التي يقبلها الاقتصاد الاسلامي ولا تخالف الشريعه في شيء، وهي احدث نظريه الا وهي ايوه اللي هي انتم ما قلتوهاش دلوقتي اللي انا هقولها، هي نظريه ايه؟ نظريه ايه؟ الطلب والعرض. نظريه يا جماعه نظريه الطلب والعرض او العرض والطلب، اي حاجه زي ما انتم بتقولوا. نظريه الطلب والعرض دي بقى بتعمل ايه؟ حلت المشاكل والانتقادات اللي اتوجهت للنظريات اللي قبل كده. اللي قبل كده كانت في نظريه تركز على الطلب وتهمل العرض، ونظريه ثانيه تركز على العرض وتهمل الطلب. راحوا الجماعه دول بقى فكرهم قال لك لا، ده احنا هنجمع الاثنين مع بعض، هنجمع المنتج والمستهلك، هنجمع الطلب والعرض مع بعض، هنجمع اللي بيمثل الجانبين الطلب والعرض، ونعمل نظريه. يعني ايه النظريه بقى؟ نظريه الطلب والعرض، او بيسموها نظريه قوى السوق او اليه السوق او جهاز الاسعار او جهاز الاسنان. خدتوها قبل كده في مدى الاقتصاد الجزئي. نظريه الطلب والعرض هي آلية السوق، هي جهاز الأسعار، هي جهاز الأسنان أو قوى العرض والطلب. يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني سعر السلع والخدمات يتحدد إزاي يا شباب؟ هل بالطلب فقط؟ ولا بالعرض فقط؟ ولا بالطلب والعرض معا؟ بآلية السوق معا؟ أيوه. يبقى إذا نتيجة الانتقادات اللي توجهت في النظريات السابقة كلها ظهرت النظريه ديت، واللي هي بتاخد جانبي العرض والطلب في الحسبان عند تحديد اسعار السلع والخدمات. لما يلتقي الطلب مع العرض يتقاطع الطلب مع العرض، من خلال الطلب مع العرض يتقاطع في نقطه، النقطه دي من خلالها بقدر احدد سعر التوازن على المحور الراسي والكميه التوازنية على المحور الأفقي. وأنتوا خدتوا الكلام ده وشاطرين وعارفينه، لذلك أنا مش هشرح أكتر من كده في الجزئية دي. يبقى إذا ما هي أحدث نظرية التي وافق عليها الاقتصاد الإسلامي ولا تخالف الشريعة في شيء، وهي المنطقية أكثر؟ ما هي؟ هي نظرية الطلب والعرض. برافو عليكم، برافو عليكم، نظرية الطلب والعرض. محدش يسمع الأحداث يا جماعة، حد يقول ما هشوف ومش ما هشوف، فإحنا ماشيين في الشرح، وفي آخر محاضرات أكيد هنوه لكم لو في حاجة يعني هشوفها هنقول. نركز بس في الموضوع ده، أنا مش عارف أنتوا بتسمعوا الأحداث إزاي يعني. كونك تبقى مشغول بحاجة تانية وما تركزش ده غلط. لكن أنا كأستاذ بدرس لك المادة أو دكتور بدرس لك المادة أكيد واخد بالي من كل حاجة، وهقول لكم كل حاجة في وقتها والكلام ده كله، ما
ما تقلقوش يا شباب، اطمنوا هيبقى في جزء محذوف ان شاء الله، بس مش هنقول عليه غير في الاخر ان شاء الله عز وجل. اللي عنده محاضره يتفضل يخرج ويروح للمحاضره الثانيه، واللي قاعد يسجل يقدر يسمعها بدل من مره مرات ومرات ومرات. اللي عايز يتفضل يروح للمحاضره الثانيه مفيش مشكله، لكن احنا هنستمر شويه علشان الوقت ضيق، وانتوا عارفين الكلام ده، هم سمحوا لنا نعمل لقاءين من بدايه الاسبوع ده، وانتوا شايفين النت فصل او مش النت فصل، البرنامج خرج لوحده يعني، البرنامج خرج بمزاجه يعني ورجع تاني، فضاع منا شويه وقت. ما تقلقوش يا شباب، اللقاءات بتسجل. خلينا نكمل بقى، نكمل. طيب هنتكلم بقى على تحديد الاسعار في الاقتصاد الاسلامي يا شباب. تحديد الاسعار في الاقتصاد الاسلامي، طبعا تحديد الاسعار في الاقتصاد الاسلامي بيعتمد على نظريه حديثه، ولسه قايلين من شويه نظريه ايه يا جماعه؟ نظريه ايه؟ الطلب والعرض، قوة السوق، آلية السوق. ليه؟ لأن هي دي النظرية اللي بتوفر نوع من التوازن ونوع من العدالة في تحديد أسعار السلع والخدمات، بحيث بتاخد جانبي الطلب والعرض في تحديد أسعار السلع والخدمات. لكن هنتكلم على جزئية ثانية، ما هو تعريف تحديد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي عند الفقهاء؟ يعني ايه الواحد يحدد سعر؟ يعني ايه السلطان او ولي الامر او الرئيس يحدد سعر او الحكومه تحدد سعر؟ تسعير جبري يعني، تسعير حكومه. طيب يعني ايه يعرف الفقهاء التسعير؟ ما هو التسعير عند الفقهاء؟ يامر السلطان او نائبه او كل من ولي من أمور المسلمين أمر أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، منعوا من الزيادة عليه أو النقصان عليه. يعني ولي الأمر بيحدد سعر ممنوع حد يبيع أعلى منه أو أقل منه. ده تعريف التسعير عند مين؟ عند الفقهاء. عند يا جماعة؟ عند الفقهاء. والتسعير الجبري او التسعير الحكومي، ها، او التسعير الاجباري، هو ان الحكومه تحدد سعر، ما ينفعش حد يبيع بسعر اعلى منه، انما ممكن يبيع بسعر اقل منه عند التسعير الجبري. الباحثين والفقهاء او الباحثين بيقسموا اراء الفقهاء في موضوع التسعير الشباب الى قسمين. هل يجوز التسعير الجبري في ظل الشريعه الاسلاميه وفي ظل الاقتصاد، بنتكلم على الاقتصاد الاسلامي، يجوز ولا لا يجوز؟ هل يجوز ان الحكومه تحط سعر جبري، سعر محدد، ها، ولا لا يجوز؟ اتقسم العلماء لفريقين او الباحثين قسموا آراء الفقهاء إلى قسمين. القسم الأولاني يا شباب بيرى، وهم كل العلماء والفقهاء والمذاهب الأربعة بيروا تحريم التسعير بالشكل المطلق، يعني حرام التسعير. وفريق آخر من العلماء بيتفق معاهم، لكن قالوا طيب تحريم التسعير في الظروف الطبيعيه حرام، يعني ما ينفعش نسعر طالما الظروف طبيعيه، ما فيش ظروف غير طبيعيه يبقى ايه؟ حرام. لكن لو حصل بقى كوارث او ظروف غير طبيعيه، هل يجوز التسعير؟ هنلاقي شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله، على الرغم من اتفاقهم على حرمانية التسعير في الظروف الطبيعية، لكن قالوا لو فرض في ظروف غير طبيعية هل التسعير يجوز؟ قالوا نعم، يجوز التسعير في
ظروف طارئة أو ظروف غير طبيعية ولكن بشروط، يعني مش فلوس كده وخلاص، لا ده حطوا شروط. حطوا يا جماعة، حطوا شروط لجواز التسعير. طبعا في أدلة كتيرة من القرآن والسنة على تحريم التسعير، زي مثلا الموقف للرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما غلى السعر في المدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر، الأكل والشرب غلي، ها؟ فسعر لنا، سعر لنا الحاجات يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يعني الرسول سعر لهم ولا ما سعر لهمش؟ لا، الرسول إيه؟ يقول ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة رحمه الله، والدلالة من وجهين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه، يعني لو التسعير جائز كان الرسول سعر لهم. الوجه الثاني أنه علل ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام، وبالتالي هو ما سعرش الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي العلماء كلهم متفقين على عدم جواز التسعير او تحريم التسعير في الظروف الطبيعيه. لكن يا ترى ايه الحالات الخاصه والحالات الطارئه اللي بيجوز فيها التسعير؟ بنقول بيرى كل من شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهما الله انه يجوز التدخل بالتسعير من ولي الامر في الظروف والحالات الخاصه والطارئه. ايوه، هي ايه بقى؟ ايه الشروط دي بقى؟ ايه الظروف دي اللي ممكن يتدخل فيها ولي الامر بالتسعير؟ اولا في ثلاث شروط: ان التدخل بالتسعير لا ينبغي ان يحدث الا كحل اخير، لا يلجا اليه الا اذا كانت حاجه الناس لا تندفع الا به. يعني ما امكنش نحل المشكله دي وهو الحل الاخير المشكلة دي ان احنا نسعر، تمام، لان التسعير مخالف للشريعة اصلا. بس هما بيقولوا طب لو ما فيش حل للمشكلة غير التسعير وهي الحل الاخير، يبقى نجوز نلجأ اليه الا اذا كانت حل اخير. طيب، يتم التدخل بالتسعير حتى تعود الاسعار الى حالتها الطبيعية، فيزول التسعير، يزول التسعير بزوال الحالة التي ادت اليه. طب انت سعرت عشان كان في ظروف طارئه وظروف غير طبيعيه. طب الظروف والحالات الطارئه والحالات الخاصه دي يا شباب هي ظروف غير طبيعيه، انتهت الظروف الغير طبيعيه دي، خلصت الظروف الغير طبيعيه ورجعنا للظروف الطبيعيه تاني، هل يستمر التسعير ولا نلغي التسعير؟ يزول التسعير بزوال الاسباب التي ادت اليه، التي ادت اليه. يعني إذا الظروف الطارئة دي انتهت ورجعنا للظروف الطبيعية نلغي التسعير على طول، نلغي يا جماعة، نلغي التسعير، مظبوط كلامكم. الشرط الثالث عشان نسعر أن يكون التسعير محقق للعدل بين الطرفين، فيعطي هؤلاء التجار ربحا معقولا. يعني أنت كحكومة ما تسعرش سعر يكون في مصلحة المنتج على المستهلك، أو تسعر سعر يكون في مصلحة المستهلك على حساب المنتج. لا، نسعر سعر يدي نوع من الرضا بين الطرفين، يوفر ربح للمنتج أو البائع ويدي سعر مناسب للمستهلك برضه بدل ما كان يشتري بسعر عالي جدا. وبالتالي لازم لما نحط سعر يكون في نوع من الرضا والعدالة ما بين الطرفين، ما نجيش على طرف على حساب طرف آخر. إذا هل يجوز التسعير في الاقتصاد الإسلامي؟ انقسم العلماء لفريقين، كل العلماء والمذاهب الأربعة بترى تحريم التسعير، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا يروا تحريم التسعير ولكن في الظروف الطبيعية. أما في الظروف الغير طبيعية والظروف
الخاصه والحالات الطارئه يجوز التسعير بشروط برافو عليك. هي شروط التسعير بقى؟ الشروط الثلاثه اللي قلناها من شويه ديت، ودي مهمه جدا طبعا. لكن بقى تعالوا نشوف يا شباب، زي ما اتكلمنا على ان لو الاحتكار انتشر في المجتمع هيؤدي الى اثار ايجابيه ولا سلبيه؟ كانت كلها اثار سلبيه. ايضا لو الحكومه سعرت في ظروف طبيعيه ما كانتش تستدعي التسعير، يا ترى ده يؤدي الى اثار ايجابيه ولا سلبيه؟ ها؟ لو الحكومه سعرت في ظروف طبيعيه ما كانش تستدعي انها تسعر، يعني الظروف طبيعيه هيؤدي لاثار ايه يا جماعه؟ ايجابيه ولا سلبيه؟ كلها سلبيه، ودي مهمه جدا. بقول لك من الاثار الاقتصاديه للتسعير، قالت ب ج ده اللي اختار، اقول لك صح ولا غلط، كذا كذا من الاثار السلبيه للتسعير، انت عارف ولا مش عارف؟ طبعا مفيش اثار ايه؟ يعني الايجابيه مش هنذكرها، يعني لان الايجابيه بتبقى بسيطه جدا، وهنلاحظ ان الايجابيه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي برضو لا في حل احسن منها، وبالتالي الاثار اللي ممكن تنتج عن التسعير الجبري في الظروف الطبيعيه هتكون اثار سلبيه هنتناولها دلوقتي. اول اثر من الاثار السلبيه يا جماعه هو نقص الكميات المتاحه من السلع ووجود فجوه بين الطلب والعرض، ما يعني اختفاء الكميات من السوق من السلع في السوق او النقص المستمر فيها. يعني انت لو سعرت سعر للمنتج مش هيديله الربح اللي يرضى بيه، او مش هيديله ربح في السعر اللي انت حطيته، ده هيخلي المنتج ينتج ولا يعمل ايه بقى؟ لا هيخلي المنتج هيقلل انتاجه او هينتج السلع ويشيلها في المخزن يحتكرها وما يظهرهاش ويبيع في السوق السوداء، بدل ما انت سعرتها ب10 هيبيعها ب30 وب50. تاني حاجه يا شباب، التسعير هيعمل ايه بقى في الظروف الطبيعيه؟ هيؤدي الى تزايد التكاليف الماليه والاداريه، يعني ان انت لو حكومه وحطيت سعر جبري فلازم تراقب السعر ده. طب هتراقبه ازاي؟ محتاج موظفين، والموظفين محتاجين مرتبات، والموظفين محتاجين مكاتب ومباني اداريه ومسيرات ينتقلوا بيها عشان يراقبوا الاسعار، مش دي كلها تكاليف ماليه واداريه على الدوله؟ تكاليف ماليه واداريه، دي ايضا اثر سلبي من الاثار الاقتصاديه السلبيه للتسعير في الظروف الطبيعيه. ايضا التسعير هيعمل ايه يا شباب؟ التسعير دايما بيكون في غير مصلحه المستهلك. ليه؟ لان اليه السوق بتعد افضل وسيله تحمي مصالح المستهلكين من قبل المنتجين، لان انت شلت ميزه مهمه جدا عند المستهلك هي ميزه التفاوض. انت يمكن سحبت السلعه ب 10 ريال بس ميزه التفاوض اللي كانت موجوده عند المستهلك كان ممكن يشتريها ب 8 او ب 7، فانت قضيت على الميزه دي عنده، قضيت عليها يا جماعه، لان التسعير بيكون في غير مصلحه المستهلك. حصل مشكله في السبعينات والثمانينات مع زياده انتاج البترول في المملكه والاكتشافات البتروليه وارتفاع اسعار البترول بعد حرب اكتوبر 73 ميلاديه، الدخل بتاع المملكه زاد وايرادات المملكه زادت جدا من النقود ومن الايرادات يعني، وبدا مستوى الدخل للفرد يزيد ومستوى المعيشه يرتفع، فكل الناس بدات عايزه تبني مساكن او تعمل مشاريع، والمساكن دي طبعا محتاجه اسمنت وحديد، فالاسمنت زاد الطلب على الاسمنت في المملكه، كانت الشكاره ب 10 ريال، شكاره الاسمنت ب 10 ريال، ارتفع سعرها نتيجه زياده الطلب وانخفاض المعروض، ارتفع سعرها ل 40 ريال للشكاره، من 10 ل 40. الناس كانت بتطالب الحكومه في الوقت ده ان هي تسعر لها، يا حكومه سعر لنا، خلي سعر الشكاره 25 ولا 30 مش 40، عايزين نبني،
نفسنا نبني مشاكل أو عمارات أو بيوت الحكومة ما سعرتش، الحكومة قالت لهم السوق هيحل نفسه، لأن إيه دي مشكلة طبيعية نتيجة زيادة الطلب وانخفاض العرض، ارتفع السعر بشكل طبيعي. ايه اللي يحصل يا شباب؟ فعلا ما سعروش، ولو سعروا كان هيسعروا من 25 ل 30 سعر الشيكارة. طبعا كان المستهلك هيبقى مبسوط والمنتج هيبقى مبسوط برضه لانه عنده ربح، لكن الحكومه ما سعرتش وقالت آلية السوق اللي هتحل المشكله، الطلب والعرض اللي هيحل المشكله. وبالفعل نتيجه انخفاض المعارض وزياده الطلب، اللي كان معاه استثمارات وعايز يستثمر، اللي معاه فلوس عايز يعمل مشروع، كانت الناس بتشور عليه يقول له اعمل مصنع اسمنت، لان الشكاره كانت ب 10 بقت ب 40، ده انت هتكسب ذهب وهتكسب اموال كبيره جدا. وهكذا في كل مدينه في الرياض في غيرها في غيرها بدات تنتشر مصانع، تنتشر مصانع الاسمنت. فالعرض يكثر من الاسمنت ولا لا؟ يزيد العرض. طب لما يزيد العرض يحصل ايه في السعر يا شباب تلقائي؟ لما يرتفع العرض ويزيد العرض السعر يحصل له ايه؟ ينخفض السعر. بس ينخفض لكم يا ترى بقى؟ لل 25 ولا 30 اللي كانت الناس بتطالب بيها؟ لا، ينخفض السعر من 40 ريال للشكارة إلى 10 ريال إلى 11 ريال للشكارة، بدل ما كان 10 يعني بقى 11، لا كان ما زادتش. ومش ده حل جذري أفضل؟ مش ده حل جذري يا شباب؟ ده حل جذري. وبالتالي بنقول إن التسعير في غير مصلحة المستهلك دايما. أيضا التسعير في الظروف الطبيعية بيؤدي، في الظروف الطبيعية بيؤدي إلى ظهور السوق السوداء، وهي سوق سنوية غير نظامية. السوق السوداء دي بقى يا جماعة سوق نظامية ولا غير نظامية؟ سوق أولية ولا سنوية؟ سوق سنوية غير نظامية. وبالتالي ظهور السوق السوداء وهي سوق سنوية غير نظامية، ناخد بالنا منها كويس، ممكن تكون صح غلط أو كتير متعدد. رقم 5 من الاثار السلبيه يا شباب، انخفاض مستوى الجوده وانعدام الحوافز. ما هو الراجل اللي هيتحدد له سعر مش راضي عنه ده المنتج، اكيد هيبتدي يتلاعب في الوزن ويغش في السلع عشان يعوض الارباح، علشان الحكومه سعرت له سعر مش هيحقق له الربح اللي هو عايزه. اهدار الموارد وتعطيلها، نفس الكلام المنتج هيعمل كده، هيقول بقى طالما الحكومه بتسعر لك كده انا هعطل المصنع، هعطل الموارد عشان ارفع سعر السلع. انخفاض وتدني كفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد. مين اللي بيعمل تخصيص كويس للموارد؟ المنافسة والسعر العادل. طب انت حطيت سعر غير عادل وبقى في احتكار مش منافسة، وبالتالي يحصل ايه يا شباب؟ ينخفض، يحصل انخفاض التدني لكفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد. طبعا ممكن التشعير برضه يؤدي إلى حاجات كتيرة جدا وآثار سلبية كتيرة جدا، البطالة، التضخم، غيرها غيرها من الآثار السلبية اللي مش هنتكلم عليها أكتر من اللي إحنا قلناه. لكن خلينا نتكلم على موضوع جديد ألا وهو التوزيع في الاقتصاد الإسلامي. التوزيع في إيه يا جماعة؟ توزيع إيه؟ هنتكلم على توزيع إيه؟ توزيع الدخول والثروات. توزيع الدخول والثروات في الاقتصاد الإسلامي، كيف يتم توزيع الدخول والثروات في الاقتصاد الإسلامي؟ كيف يتم تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات في الاقتصاد الاسلامي؟ ودي نقطة تناولناها قبل كده لما قلنا ان المشكلة الاقتصادية في الاول في بداية لقاءاتنا ليها ثلاث ابعاد من وجهة نظر الاقتصاد الاسلامي، ان هي مشكلة انتاجية، وان هي مشكلة توزيعية، ان هي مشكلة سلوك خاص وعام. وقلنا ان هي مشكلة توزيعية، نعمل ايه في التوزيع؟ نعمل ايه في التوزيع يا شباب؟ نظلم الناس ولا
نحقق العدالة في توزيع الدخول والثروات، قلنا نحقق العدالة في توزيع الدخول والثروات، ازاي نحقق العدالة في توزيع الدخول والثروات؟ من خلال 3 مراحل، والحاجات دي مهمة جدا، مفيش اختبار بيخلو منها. 3 مراحل او 3 ركائز او 3 ابعاد هيحققوا لي العدالة في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الاسلامي. هل مفهوم العدالة ان احنا نخلي الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر زي الرأسمالي اللي حصل فيه؟ هل مفهوم العدالة في الاقتصاد الاسلامي معناه ان احنا نساوي تماما بين الناس ونلغي الفوارق بين الطبقات؟ ها؟ اما ليه مفهوم العدالة في الاقتصاد الاسلامي؟ مفهوم العدالة يا جماعة تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات، وبالتالي تحقيق مستوى معيشة مناسب لكل فرد، يعني حتى الفقير يلاقي حياة كريمة يعيش. كان انا مش هساوي بين الناس، مش هساوي بين ايه؟ بين الناس. لان ليه بقى يا جماعة؟ لان ربنا خلق الناس درجات، في كل حاجة درجات، في الغنى والفقر او الزكاة والاموال والرزق والصحة والجسم واللون وكل حاجة يا جماعة فيها درجات. فمش هينفع عشان الناس، ده فطرة الله في الكون انه يخلق الناس درجات. اي نعم، الغالي ممكن يفتقر والفقير ممكن يغني الله، نسأل الله ان يغنينا من فضله وكلنا فقراء والله هو الغني الحميد، لكن هيظل في فوارق بين الطبقات العادية وكلنا بنحتاج لبعض. انت وانت بتحتاج للكهربائي والترجي والسباك والنجار والحداد ولا ما بتحتاجلهمش؟ طب هما بيحتاجوا لك ولا لا؟ هما بيحتاجوا لك. هما ايه؟ بيحتاجوا لك. وبالتالي يا جماعه عشان نحقق العداله بقى بمفهوم الاقتصاد الاسلامي، علشان نحقق العداله بمفهوم الاقتصاد الاسلامي في 3 مراحل، وال3 مراحل دول مهمين جدا. كل مرحلة منهم بتعمل ايه؟ بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة. المرحلة الأولى بتساهم، المرحلة الثانية بتساهم، المرحلة الثانية بتساهم. بتساهم ايه؟ أيوه، بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة، بس مش بأي مفهوم، مش بمفهوم الرأسمالية ولا الاشتراكية، إنما المفهوم مين يا جماعة؟ بمفهوم الاقتصاد الاسلامي. احنا فهمنا يعني ايه عدالة في تحقيق توزيع الدخل والثروة، يعني تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع وتحقيق مستوى معيش مناسب لكل فرد، بس مش معناها ازاله الفوارق، ولا معناها ان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر، مش معناها المساواه التامه بين الناس في الدخول والثروه، لا، معناها تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع. ايوه، هي ايه المراحل دي بقى؟ هنقول المراحل دي اجمالا، ها، وبعد كده نشرح بالتفصيل ايه هي المراحل دي يا ترى. المرحله الاولى يا شباب، كل مرحله ليها مسميات، ولازم تعرفوا المسميات دي كويس جدا، تيجي صح وغلط كتير متعدد. اول مرحله بيسموها يا شباب مرحله توزيع ما قبل الانتاج، او بتسمى مرحله توزيع مصادر الثروه، او بتسمى مرحله ايه؟ توزيع الشخصي. يبقى ليها كم مسمى؟ المرحلة الأولى 3 مسميات: توزيع ما قبل الإنتاج، توزيع مصادر الثروة، أو توزيع الشخصي. المرحلة الأولى دي بتعمل إيه؟ أيوه، بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة. إزاي؟ من خلال أدوات وآليات وطرق وأساليب وشنطة مفاتيح خاصة بيها. المرحلة الأولى. طيب نيجي للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية يا شباب بتسمى مرحلة توزيع الدخول على عناصر الإنتاج، أو توزيع الإيرادات على عناصر الإنتاج، أو الدخول على عناصر الإنتاج، وليها مسمى ثاني؟ أيوه، اسمها مرحلة التوزيع الوظيفي. يعني إيه مرحلة التوزيع الوظيفي؟ يعني كل عنصر أدى وظيفة في العملية الإنتاجية من حقه ياخد حاجة، يعني من حقه ياخد إيه؟ أجر
ولا إيجار ولا ربح، حسب طبيعة مشاركة كل عنصر. في عنصر يستحق أجر، وفي عنصر يستحق إيجار، وفي عنصر يستحق ربح. أيوه، إزاي المرحلة التانية بتتم في تحقيق العدالة في توزيع دخول الثروات؟ من خلال أدواتها وآلياتها. إزاي يا ترى هتتم في تحقيق العدالة والتوزيع دخول الثروة؟ هنتكلم عليها بالتفصيل بعدين. المرحلة الثالثة اللي بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع دخول الثروات يا شباب بتسمى مرحلة إعادة التوزيع. إعادة توزيع إيه؟ دخول الثروات. وبالتالي المراحل دي يا شباب بتعمل إيه؟ بتساعد على تحقيق هدفين رئيسيين. الهدف الأولاني توفير من حوافز الإنتاج وتنميته، أو بتزود الإنتاج وتنميه. الهدف الثاني تحقيق أكبر قدر من العدالة من خلال طبيعة ذلك التنظيم المتدرج في مراحل. كل مرحلة طبعا ليها أدواتها في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. المرحلة الأولى يا شباب، المرحلة الأولى بتسمى مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج، أو مرحلة توزيع مصادر الثروة، أو مرحلة توزيع الشخص. بتعمل إيه المرحلة دي؟ بنقول يتميز الاقتصاد الإسلامي بأنه يهتم بتوزيع مصادر الثروة على أفراد المجتمع. أيضا اهتم الإسلام بتوزيع مصادر الثروة من خلال تنظيماته للملكية الفردية والملكية العامة. وأقر الإسلام وأباح الملكية العامة والملكية الفردية لبعض الموارد ملكية عامة، والإنسان بيتمتع بملكية عامة، وأيضا ليه ملكية خاصة وملكية فردية فيه، ولكن في ضوابط بتحكم هذه الملكية. وبالتالي هو أنت علشان فقير مش هتتعلم؟ لا، هتلاقي في جامعات حكومية ومدارس حكومية مجانية هتعلمك. نعم ممكن يكون مستوى التعليم أقل جودة من المستوى الخاص، لكن هتتعلم. هو أنت عشان فقير هتموت من الجوع؟ لا، هتلاقي برضو مصادر تؤدي إلى إن أنت تعيش حياة كريمة من خلال سواء الملكية الخاصة أو الملكية العامة. هو أنت عشان مريض مش هتتعالج؟ لا، هتتعالج، ولكن ممكن نقدم لك علاج خاص بالحكومة أو علاج مجاني. نعم ممكن تكون مستوى الجودة بتاعته قليلة شوية عن القطاع الخاص، لكن مش الغني بس اللي هيتعالج بفلوس، لا، أنت كمان تقدر تتعالج بأجور بسيطة أو زهيدة أو بالمجان. وبالتالي الملكية الخاصة والملكية العامة يا جماعة بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة بتساهم. لذلك بنقسم الثروة لقسمين يا جماعة. قسم يجري عليه التملك الفردي، حيث يستطيع الإنسان تملكه من خلال مجهوده البشري والحاجات اللي ممكن يمتلكها الإنسان بشكل شخصي بمجهوده واجتهاده. أيضا القسم الثاني، قسم اللي يجري عليه التملك الفردي وإنما يملك عليه الملكية العامة، يجري عليه التملك العام، اللي هي إن الدولة بتدير الملكية. هو النفط بتاع مين؟ هي الطرق والكباري، هي البحار والمحيطات والأنهار بتاع مين؟ مش ملكية عامة. هي المتنزهات والأشجار والمدير والحاجات دي مش متنزهات عامة الناس كلها بتستفيد منها ولا لا؟ بتستفيد منها. وبالتالي يا جماعة الحاجات اللي ملكية عامة الدولة بتحقق منها، لما بنصدر البترول والنفط مش بيجي إيرادات في الدولة؟ الإيرادات دي بتروح فين؟ بتحط في ميزانية الدولة. طب الميزانية دي بنعمل اللي بيها إيه؟ بننفق على الحاجات الأساسية للدولة، بنعمل طرق وكباري ومستشفيات وجامعات ومدارس وجيش قوي وشرطة قوية و و و وتأمين وأمان. أيوة ده كله بنعمله. طب واللي بيفيدنا ودي فين؟ من الميزانية. بالنسبة لبقى طلبات واحتياجات الناس الفقراء والمساكين والمحتاجين وذوي الدخل المحدود، وندعم سلع معينة، ندعم الفقراء وندعم محدود الدخل وإلى آخره. يبقى إذا الملكية العامة بتساهم في تحقيق العدالة ولا لا يا شباب؟ بتساهم في تحقيق
تحقيق العدالة. دي المرحلة الأولى من خلال الملكية العامة والملكية الخاصة بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة وتحسين مستوى المعيشة للفرد وللمجتمع. المرحلة الثانية أيضا بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع. اللي بنسميها مرحلة يا جماعة مرحلة توزيع الدخول على عناصر الإنتاج، أو بيسموها مرحلة التوزيع الوظيفي، اللي هي يعني كل عنصر أدى وظيفة في العملية الإنتاجية من حقه ياخد حاجة، من حقه ياخد إيه؟ عشان كده بنقسم بقى عناصر الإنتاج لعناصر تستحق الأجر كعائد ليها نظير مشاركتها في العملية الإنتاجية، وعناصر تستحق الربح كعائد ليها نظير مشاركتها في العملية الإنتاجية. مهم جدا مفيش اختبار بياخد منها يا ترى هي ايه العناصر اللي تستحق اجر نظير مشاركتها، اجر او ايجار يعني نظير مشاركتها في العمليه الانتاجيه، ويا ترى هي ايه العناصر اللي تستحق ربح نظير مشاركتها في العمليه الانتاجيه. انتوا عارفين طبعا ان عناصر الانتاج كم عنصر يا شباب؟ كم عنصر عناصر الانتاج؟ اربع عناصر، هم الارض والعمل وراس المال والتنظيم والايه؟ والاداره. يا ترى مين منهم اللي بيستحق اجر؟ يا ترى مين منهم اللي بيستحق ربح؟ وهل من الممكن ان العناصر منهم تستحق اجر في احيان وربح في احيان اخرى؟ ايوه، هي مين بقى العناصر ديت؟ خلينا نتكلم الاول يا جماعه على العناصر اللي بتستحق اجر نظير مشاركتها في العمليه الانتاجيه. اول عنصر هو عنصر العمل. عنصر العمل لما بيشارك في العمليه الانتاجيه بيستحق اجر ولا ربح؟ ها؟ عنصر العمل العمال اي تخصص بيستحق اجر ولا اجر؟ بيستحق ايه؟ ماليش دعوه بالربح والخساره، بياخد الاجر. طيب العنصر اللي اسمه الارض، اللي هي الموارد الطبيعيه، ها تستحق اجر ولا ربح؟ ايوه، الارض بقى من العناصر اللي ممكن تستحق اجر اذا كانت مؤجرة، تستحق إيجار يعني، وتستحق ربح إذا كنت أنت مشارك بيها في مشروع، يعني أنت داخل بيها كشريك. يبقى إذا الأرض ممكن تستحق أجر في أحيان وربح في أحيان أخرى، صح ولا غلط؟ صح. متى تستحق الأرض أجر؟ إذا كانت مؤجرة. متى تستحق ربح؟ إذا كنت أنت مشارك بيها في المشروع، داخل بيها كشريك. هل انت داخل شريك بالارض، ها، او بالات او معدات، داخل كشريك بيها، بتستحق اجر ولا ربح؟ انت مشارك في المشروع، انت شريك، بتستحق ايه ربح؟ يبقى الارض من العناصر تستحق ايه؟ اجر. راس المال العيني مين؟ راس المال العيني زي الالات والمعدات والعقارات والمباني وغيرها، تستحق اجر ولا ربح؟ اي ومن العناصر تستحق أجر في أحيان وقد تستحق الربح في أحيان أخرى. متى تستحق رأس المال أو ما رأس المال العيني؟ متى تستحق أجر؟ إذا كان مؤجر. إذا كان مؤجر. ومتى يستحق ربح؟ الآلات والمعدات متى تستحق ربح؟ إذا كنت أنت داخل شريك في الآلات والمعدات مشاركة في المشروع تستحق ربح. يبقى إذا دول ثلاث عناصر بيستحقوا يا جماعة أجر. طب ننتقل الى العناصر اللي تستحق ربح نظير مشاركتها في العمليه الانتاجيه. راس المال النقدي. راس المال النقدي يا شباب من العناصر اللي تستحق اجر ولا تستحق ربح؟ طب تستحق ايه؟ ربح. خلينا نقول قبل ما نقسم العناصر، العناصر تستحق اجر العناصر تستحق ربح، يا شباب في قاعده فقهيه بتقول ان العنصر اللي انت تستخدمه وتاخد منه المنفعه اللي انت عايزها ويبقى كما هو، يبقى على حاله، ده عنصر يجوز تاجيره او يستحق اجر. اما العنصر اللي انت بتستخدمه وتاخد منفعته وما يبقى على حاله، ها، يتغير، ده بيستحق ربح. عنصر العمل، انت لو اجرت واحد وعمل المصحه اللي انت عايزها واديت له الاجر بتاعه، هل الراجل اختفى في العمليه الانتاجيه؟
لو أجرت سيارة وعملت لها مشاويرك وحاجاتك حتى لا قدر الله لو حصل فيها مشكلة مش لازم تصلحها وترجعها زي ما هي، يبقى السيارة بتتأجر. لكن لو قلت لك بقى، ها، واحد هيعمل مصنع عصير برتقال، ينفع يروح يأجر البرتقال؟ ينفع يقول لي انا اجر البرتقال منك اعمل عصير وارجعه لك برتقال تاني؟ راس المال العين المتداول او المتغير زي المواد الخام ومستلزمات الانتاج تستحق ربح ولا اجر؟ اللي بيبقى على حاله يستحق اجر، اللي لا يبقى على حاله يستحق ايه يا جماعه؟ ربح زي المواد الخام ومستلزمات الانتاج. يبقى خلينا نتكلم على رأس المال النقدي. رأس المال النقدي يعني يستحق أجر ولا ربح؟ يستحق ربح. ليه؟ لأنه لا تنطبق عليه القاعدة الفقهية. ليه؟ لأن ينفع أجر الأموال، أو عاد أقول له لو سمحت أجر لي 500 ريال، عايز أجر 500 ريال. لو أجرت فلوس ده هيبقى الربا بقى. والربا حرام في الشريعة الإسلامية، ما ينفعش، يبقى لا يجوز. فما ينفعش، لأن أنت لو جبت رأس مال نقدي، هل بيبقى على حاله في العملية الإنتاجية؟ أنت جبت رأس مال وقلت هنعمل مصنع، هل هتجيب الفلوس كده وتحطها على المكتب وتقول الفلوس اعمل لنا مصنع؟ هل هتعمل لك الفلوس مصنع لوحدها كده؟ ولا لازم تاخد الفلوس تحولها لإيه؟ تحولها لإيه؟ تشتري آلات ومعدات وتعين عمال وتجيب مواد خام وتشغل المصنع. الفلوس راحت فين؟ هل بقيت على حالها؟ لا. يبقى رأس المال النقدي يستحق أجر ولا ربح يا شباب؟ رأس المال النقدي من العصر تستحق ربح فقط. طب رأس المال العيني؟ العيني الثابت أو المتداول؟ العيني الثابت زي الآلات والمعدات والعقارات تستحق ربح ولا أجر؟ قلنا تستحق أجر في أحيان وربح في أحيان أخرى. تستحق أجر إذا كانت مؤجرة وربح اذا كانت بالمشاركه. طب راس المال العين المتداول او المتغير بقى، ها، زي المواد الخام ومستلزمات الانتاج تستحق اجر ولا ربح يا شباب؟ ها، راس المال العين المتداول او المتغير زي المواد الخام ومستلزمات الانتاج تستحق اجر ولا ربح؟ ربح طبعا، لان انت المواد الخام بتبقى على حالها في العمليه الانتاجيه. لو جبت برتقال هتصنع منه عصير، المواد الخام بتاعتك البرتقال، هل البرتقال بقي على حاله؟ صنعت منه العصير ورجعت برتقال تاني زي ما هو؟ لا، يبقى يستحق ايه؟ ربح. ايضا من العناصر اللي بتستحق ربح الشباب المنظم، سواء منظم عامل او منظم صاحب راس مال. عنصر التنظيم سواء المنظم صاحب راس المال او المنظم العامل بيستحق يا شباب ربح فقط. ربح ايه فقط؟ اجي اقول لك كل مما يلي من العناصر اللي تستحق اجر ما عدا كل مما يلي من العناصر تستحق اجر النزيل ومشاركتها في العمليه الانتاجيه ما عدا العمل، الأرض، رأس المال العين الثابت، رأس المال النقدي. إيه بقى الحل؟ إيه الإجابة بقى؟ رأس المال العين يا شباب زي العين، في عين ثابت وفي عين متغير أو متداول. العين الثابت زي الآلات والمعدات والعقارات والمباني. رأس المال العيني المتداول أو المتغير زي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. طبعا الإجابة الصحيحة هي كل مما يلي من العصر يستحق أجر ما عدا، أيوة كلهم بيستحقوا أجر ما عدا رأس المال النقدي بيستحق يا شباب ربح. يستحق إيه؟ ربح. ايضا عنصر التنظيم من العناصر اللي تستحق ربح فقط، سواء منظم صاحب راس مال او منظم عام بيستحق الربح. ايضا
كما طبعا من العناصر اللي بتستحق ربح يا شباب الأرض، والأرض ذكرناها في الحالتين، الأرض هنا والأرض هنا، ورأس المال العين الثابت هنا والعين الثابت هنا. فالأرض من العناصر اللي بتستحق أجر فيها أحيانا وربح فيها أحيانا أخرى. طب متى تستحق الأرض الربح؟ إذا كنت أنت مشارك بيها في العملية الإنتاجية، أنت شريك داخل شريك بالأرض، مش متأجرة، ده أنت داخل بيها شريك في المشروع مشارك بالأرض، فساعتها أنت تستحق أجر ولا ربح؟ أنت صاحب الأرض تستحق إيه؟ ربح. دي المرحلة الثانية يا شباب اللي بتساهم في تحقيق العدالة في التجزئة الداخل والثروة. كنا ندي لكل عنصر شركة العملية الإنتاجية ما يستحقه، مش ده بيحقق نوع من العدالة؟ بيحقق نوع من العدالة. المرحلة الثالثة يا شباب من المراحل اللي بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، ألا وهي مرحلة إيه؟ المرحلة الثالثة هي مرحلة إيه؟ إعادة التوزيع. المراحل الثلاثة يا شباب بيدوروا ورا بعض كده، مفيش مرحلة ما بين الأولى تسلم الثانية، الثانية تسلم الثالثة، الثالثة تسلم الأولى. يعني أقول لك عند أي مرحلة تنتهي مراحل إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي؟ هل بتنتهي؟ ما بتنتهيش، بتعيد نفسها تاني. المرحلة الأولى تسلم الثانية، الثانية تسلم الثالثة، الثالثة تسلم الأولى، وهكذا. دائرة مفرغة، دائرة حلقة بتمر باستمرار، وكل مرحلة منهم بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة. المرحلة الأولى قلنا بتساهم ازاي؟ من خلال ملكية عامة وملكية خاصة. المرحلة الثانية قلنا من خلال احنا بنقسم عناصر الإنتاج لعناصر تستحق أجر وعناصر تستحق ربح. يا ترى هي من العناصر بتستحق أجر؟ يا ترى من العناصر بتستحق ربح؟ يا ترى في عناصر بتستحق أجر في أحيان وربح في أحيان أخرى؟ لازم تركزوا في الكلام ده كويس. المرحلة الثالثة بقى هي اسمها إيه؟ بتساهم تعمل إيه في تحقيق العدالة؟ بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة. هي اسمها إيه بقى؟ مرحلة إعادة التوزيع. يا ترى في أدوات أو آليات بتستخدم هذه المرحلة فيها في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة؟ هنقول الآليات والأدوات دي باختصار ونشرحها بالتفصيل المرة الجاية. يا ترى هي ايه الأدوات اللي بتساهم بيها المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة إعادة التوزيع في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة؟ هي ايه المرحلة دي؟ ها؟ رأس المال العام العين الثابت يا شباب، اللي هو ثابت ما بيتغيرش بتغير الانتاج، زي التكاليف الثابته كده، زي الالات والمعدات والعقارات. انت بتشتري الات في بدايه المشروع خلاص بتبقى ثابته تكلفتها ثابته، لكن المواد الخام بتتغير حجم الانتاج. انت عايز تزود انتاج العصير يبقى تزود البرتقال اللي هو الماده الخام اللي هو راس مال عيني متداول او متغير اللي هو الماده الخام، ومستلزمات الانتاج بتتغير بتغير الانتاج. هتزود الانتاج يبقى هتزود المواد الخام، ما تقلل الانتاج يبقى تقلل المواد الخام. لكن الالات والمعدات والعقارات انت جبتها راس مال عيني ثابت، أجرت عقار ثابت ما بيتغيرش تغير الإنتاج، واضح يا شباب؟ يا رب يكون واضح. رأس المال العيني المتداول أو المتغير بيستحق ربح، أما الثابت بيستحق أجر في أحيان وربح في أحيان أخرى. رأس المال العيني الثابت بيستحق أجر في أحيان إذا كان متأجر، وربح في أحيان أخرى إذا كنت أنت مشارك بيه في العملية الإنتاجية، سواء آلات ومعدات أنت مشارك بيها وهكذا. إيه بقى الأدوات اللي هنقولها باختصار ونشرحها بالتفصيل المرة الجاية؟ الأدوات بتاع المرحلة الثالثة اللي من خلالها بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة، بس مش بأي مفهوم، بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. هي إيه الأدوات دي بقى يا شباب؟ زي الزكاة
ها زي الميراث او الارث، زي الكفارات والصدقات والنفقات والنفقة على الأقارب وغيرها من أموال الوقف وغيرها. كل الأدوات دي بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة. يا ترى إزاي بتساهم في تحقيق العدالة في الدخل، توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع في مفهوم الاقتصاد الإسلامي؟ هنتوقف عندها ونبدأ بيها المرة الجاية إن شاء الله يوم الأحد في موعدنا. اللقاء يوم الأحد هيكون اللقاء الثامن بإذن الله عز وجل، وهنبدأ من صفحة 42 ونتكلم على المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة إعادة التوزيع بأدواتها اللي بتساهم من خلالها في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع بمفهوم الاقتصاد الإسلامي وليس أي بمفهوم رأسمال ولا اشتراك، ولكن بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. واحنا فهمنا يعني مفهوم العدالة في تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي، فهمنا يعني إيه العدالة، وبناء عليه بينتهي لقاءنا النهاردة. يا شباب احنا المفروض نعمل 12 لقاء حسب التعليمات، بنعمل 12 لقاء، ده اللقاء السابع. عندنا الأسبوع الجاي إن شاء الله اللقاء الثامن والتاسع، هنحاول نستكمل النقاط الـ 12، ولو جات لنا فرصة نعمل لقاء مراجعة ولا حاجة بعد اللقاءات الرسمية المطلوبة، 12 لقاء مطلوبين، ها لو جات لنا فرصة والإدارة سمحت لنا إن احنا نعمل لكم لقاء أو لقاءين مراجعة إن شاء الله مش هنتأخر عليكم، علشان بإذن الله تتفوقوا كلكم وتكونوا مبسوطين وتحققوا أعلى معدلات بإذن الله عز وجل لاجتهادكم. وقبل أي شيء بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده. معلش طولنا، بس التطويل ده هيكون في مصلحتنا ان شاء الله عز وجل. الى ان نلتقي في اللقاء حي جديد يوم الاحد في نفس الموعد، الاحد والاربعاء الساعه 8 وربع ان شاء الله عز وجل. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.